شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه بفوز نادي الجزيره او بتقدم نادي الجزيره 35-33. المباراه يمكن اغلب فتراتها كانت كلوز جيم. الحقيقه برحب بضيوفي للمره الثانيه كابتن خالد مصطفى. اهلا بيك يا كابتن خالد. اهلا بيك كابتن حسن. كابتن اسلام علي اهلا بيك للمره الثانيه. اهلا بيك يا ناس. كابتن خالد رايك في الفتره الاولى والثانيه فنيا ونقط القوه والضعف بالنسبه للفريقين؟ يعني اول حاجه طبعا ان الفريق الاهلي يعني تركيزه قليل شويه, يعني حاسس ان تركيز اللعيبه مش لسه, تحس ان هم ما دخلوش في الجيم. اللي خلاك تقول كده؟ في ميس باس كتير, في تيرن اوفر كتير, في ريباوند ما بيتجابش في الاوفنس, في ثري محاولات شوتينج ودخول مش منظمه. تحس ان يعني تحس ان في قله تنظيم شويه في صفوف الفريق الاهلي. صحيح. الجزيره مركزين شويه, يعني تحس ان هم نازلين الجيم من اول, يعني التركيز بتاعهم اعلى شويه من الفريق الاهلي. بس في اخر دقيقتين ثلاثه يعني حسيت ان الفرقه فريق الاهلي ابتدى يعني يرجع تاني يركز في الجيم, يمسك نفسه تاني. ولان الماتش ايكوال, يعني الاثنين فرقتين باسكت هنا وباسكت هنا, الدنيا مش فارقه الحمد لله. بس طبعا كل ما هركزوا اكتر اعتقد الفتره اللي جايه لازم التركيز يبقى اعلى من كده شويه. اكيد. كابتن اسلام راي حضرتك في الفتره الاولى والثانيه؟ فنيا طبعا السكور 35-33 ده مبدئيا ده معدل تهديفي قليل جدا على اسم فرقتين كبار زي اهلي وجزيره. ده يرجعنا لان وضع طبيعي, فتره توقف, الجاهزيه الفنيه وضع طبيعي ما تبقاش 100%, اهميه وحساسيه الجيم يبقى فيه توتر وفي هزازان كده في مستوى او ما فيش ثقه 100% من معظم اللعيبه فرقتين. لكن بشكل عام جيم مش وحش, فرقتين بادئين مان تو مان اجريسيف من اول الملعب. لو تلاحظ ان كابتن اشرف حاطط عمرو زهران لعيب بتاع 20 سنه في الخمسه الاولانيين في ماتش كان بدا بيه برضه في دوري مرتبط بيه, بس واضح انه محضر هيعمل ايه بعمرو زهران. لان لو تلاحظ اول اربع خمس ست هجمات عمرو زهران سواء هو حاطط الباسكت او مش حاطط الباسكت بيجري على جاستس المحترف بتاع الجزيره. واضح انه واخد تعليمات من كابتن اشرف توفيق, هاخده من اول ملعب وهفصله وهعزله. حتى في لغه الباسكت لما العيب بيبقى ماسك كوره ويطلع الكوره ببقى حاجه اسمها ديناي او تحت الكوره, ما بعملش بقى الديناي ولا بفضل لازق بحيث الكوره ما ترجعلوش تاني. ده اسلوب من اساليب كابتن اشرف احنا كلنا متعودين عليه, وكان باين جدا انه محفظ عمرو زهران الجزئيه دي. حتى بعد ما خرج عمرو زهران بعد حوالي خمس دقايق, لانه واضح ان الولد يعني تعب في البريشر على وعمل اتنين فاول, نزل له مين مكان عمرو زهران؟ نزل ابو النصر. نفس المهمة ونفس التكوين العضلي الجسماني اللي يقدر يدافع بقوة على جاستس عشان يعزله ويخرجه بره اللعب, لان جاستس احد اهم لعيبة الجزيرة. بس احنا نجحنا بشكل كبير ان احنا نحد من خطورته كنادي الاهلي. طبعا طبعا, ما هو يعني وانا بقول لك ده من اهم لعيبة موجودة في الدوري المصري, هو واليكس يانج الاثنين محترفين دول. فكون ان انت تشتغل عليه بالشكل ده يبقى انت مذاكر ومحضر وواقف بقى على التوفيق. فبشكل عام كويس جدا, وان شاء الله يعني يبقى في توفيق في الكوارتر. الجزيره لعبوهم سيستماتيك, اول اوبشن في السيت بلاي, بعد كده بيقلب سكرين بول, والاهلي نفس الكلام, اللعب كله معظمه سكرين بول. جاستس المحترف بتاع الجزيره بيعرف ياخد السكرين بول ويعرف يشوط الناس وبيشوط هو كمان. هو عنده حلول, وده اللي احنا قلناه في الاول, ده عنده حلول. احنا لما دافعنا عليه كويس في الجزء الاولاني من الجيم حدينا من القدره الهجوميه للفريق. بالظبط. وفي نقطه ثانيه مهمه برضو في الكورتر الثاني, كابتن اشرف لعب قلب زون 2-3 صح, فتره بالرغم خمسة. بالرغم من في الوقت اللي لعب فيه كابتن اشرف زون كان في اثنين لعيبه شويطه, عاصم الجندي ومعتز عكاشه, ودي جرأة من كابتن اشرف. بس هو عمل كده ليه؟ في التوقيت ده ما كانش جاستس في الملعب, كان البلي ميكر وليد عبد الجواد. الشوتر بتاعه مش عالي زي جاستس, ومش هيعرف يلعب ولا يشوط, وبالتالي هم فعلا في الجزء الاخير من الكوارتر اللي لعب فيه كابتن اشرف زون ما جابوش غير شوطه واحده بس من البيز لاين عاصم الجيم. يعني فرقت زون الديفنس. طبعا دي قرايه جيم, وطبعا احنا مش غرب على كابتن اشرف, فاهمين ان هو بيقرا الجيم كويس. خلينا نكمل كلامنا عن المستوى الفني, ولكن لازم نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تحليلنا للفتره الاولى والثانيه, ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن خالد, يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على بعض الامور اللي حصلت الفنيه بالنسبه للفريقين, بس انت لو من كلا الجهازين الفنيين شايف الفتره الثالثه والرابعه ايه اللي المفروض تعمله؟
يعني الفرقتين الكوتشين بيلعبوا على بعض الشوطين اللي فاتوا دول، يعني كانوا قارين بعض كويس، يعني كابتن اشرف وكابتن كرداني كانوا قارين بعض كويس وبيلعبوا على بعض. يعني كابتن اشرف عمل تغيير الزون ديفنس في الدقيقه الخامسة عشان يوقف البنتريشن والريباوند الاوفنس اللي كان في اوفنسيف ريباوند كتير من الجزيره. طبعا كابتن كرداني عنده لعيبه المهارات الفرديه بتاعتها كويسه قوي، يعني لعيبه الجزيره بيلعبوا اكتر على الانديفيديوالز، ان هم بيعرفوا يخشوا ويشوطوا ويلعبوا 1 اون 1 كويس. فرقه الاهلي فيها يعني كان ابراهيم الجمال كان نازل في الاول لسه مش مظبط، بس ابتدى يظبط وابتدى يخش في مود الجيم في اخر 3 دقائق في الكوارتر. نفس الوقت ابو النصر برضو عامل ماتش كويس، ولو انه بيخش كتير بيقابل شعوط تحت الباسكت وبيتزنق في وقت من الاوقات، فهو محتاج ان هو يشوط اكتر شويه، محتاج ان هو يبص على الشوطه ما يوصلش للاخر بالظبط، يعني حتى لو شعوط قابله في النص يقدر ان هو يباصي يفيد للعيبه اللي تحت، فيقدر ان هو يهرب من الحته دي شويه او يشوط، او يعني لازم يبقى هو عنده الشوطه مهمه ان هو ستوب ويشوط عشان خاطر ما يقابلش الطوال اللي في الجزيره. لكن اوفر اول يعني الفرقتين بيلعبوا جيم كويس، الاهلي ابتدى في الاخر ابتدى يظبط شويه، محتاجين طبعا تركيز اكتر ومحتاجين بريشر ديفنس من اول الملعب على فريق الجزيره ما يخلوش يلعب براحته. طب كابتن اسلام التالت والرابع سريعا عشان نروح لارض الملعب، انت رايك ايه التالت والرابع؟ التالت والرابع الاول والثاني، الاهلي لعب ب 10 لاعبين من 12، الجزيره لعب ب 11 لاعب من 12، ده روتيشن عالي جدا وده ساعد في سرعه الجيم وهيخلي الفرقتين للاخر فريش تمام، بس ده مش هيحصل في التالت والرابع. هتلاقي الاثنين كوتشات هيبقوا شايفين مين اللي ماشي اكتر او مين اللي يعني جيمه هيديله مده اطول، فهتلاقي الروتيشن هيقل شويه في التالت والرابع ده فنيا يعني. تمام. طب كابتن معلش هقطعك لان لازم نروح ارض الملعب، تقريبا الوقت انتهى. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنرجع لارض الملعب ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه من مباراه النادي الاهلي والجزيره، فالى هناك.